طويل، ترجع تاني على طول توصل احمد رمضان يسند زد هجمه ضغط حلوه يا ابني. بوش رجله الخارجي محمد هيثم، هيثم وسع لنفسه هيثم. يا اهدى ده اهدى، ايه يا ابني الجون ده بصراحه؟ ياي حلو، جون حلو لزد بصراحه. اهدى ده ولد يجيبه لعيب كبير مش ولد في السن ده. شوفوا حضراتكم قطم ازاي لبره تاني، قطم وعمل حاجه مش متوقعه تماما تماما تماما. حلوه يا ابني راحت في السوكه. الكره الحلوه لازم نشيد بيها بصراحه. هجمه اهلاويه توصل لزكريا هناك، عمر زكريا شفتها في اول 10 دقايق كان بيروح عرضيه عرضيه. برافو عبد المنعم، الجون فاضي الجون فاضي، جون 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 جون. ايه التعديل؟ ايوه كده العرضيات لسه. زكريا وادي حسام عادل معديها كام؟ 33. في اعتراض واضح من الجهاز الفني لزد. ادي حسام عادل، شوف بقى اما اشتغل زكريا هنا. اسلام اسلام السيد حكم اللقاء هيدي ايه؟ انذار انذار. ده الجهاز الفني كله بتاع زد. لا 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 للخواجه وللجهاز الفني كله. الاعتراض مش هيفيد ولازم الجهاز الفني برضه نبدا لازم زي ما بنقول في ايجابيات السلبيات. ما ينفعش الجهاز الفني ينزل يعمل كده يخلي اللعيبه تبدا تعترض على الحكم. ليه؟ ما لسه بنقول في بدايه اللقاء روح جميله وعملوا ممر شرفي لفوز الاهلي. ادي العرضيه اهي، ادي زكريا. هو هنا لعيبه زد اللي دخلت على بعض مظبوط برضه. مين؟ جون بامضاء اخوان عادل. يعني هو عبد المنعم دخل على المساك بتاع زد، هو الحكم مش فاهم هيعمل ايه الراجل. طبعا كابتن ناصر عباس لو تتعاد تانية يعني من بداية اللقطة شوية.